وضع اقتصادي. كل جمعة بدنا نحكي عن الوضع الاقتصادي. بتحضر النشرة الاقتصادية تبع الام تي في. الوضع الاقتصادي كله بتعرفه. وكله أخبار تفاؤل. كله إيجابيات. ما بتحكي إلا إيجابيات. ليك هالدولة وليك نشطة الاقتصادية. أبرز اليوم بالاقتصاد. طبعا نداء القطاع التجاري اللي أصبح منهك وينازع الأقفال يطالوا بشكل مباشر. مرحبا أخلي. يعني كملت بأزمة الغاز هلأ. يعني أزمة غاز، أزمة النفايات، وموضوع صرخة الهيئات الاقتصادية بموضوع كمان التأمين. يبدو أن الأزمات بلبنان لن تتوقف وستتوالى تباعا. فبعد أزمة المازوت وشح البنزين، حذر نقيب العاملين والموزعين بقطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون من مشكلة كبيرة. هاي جاستين، مرحبا كاترين. شو الأبرز لليوم؟ الأبرز هي تصريحات وزير المالية غازي وزني للصحافة الدولية حول توقعه بموت لبنان واللبنانيين. الأبرز لليوم يعني سنبدأ على يعني رح نبدأ نشهد على تحلل الدولة بمؤسساتها الحيوية. للأسف نحن كأعلام نحذر، الجهات المعنية تحذر، ولكن يبدو أنه ليس هنالك من أي أذان صاغية. نحذر من العتمة، نحذر من انقطاع الأدوية، اليوم نحذر من توقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تقديم تقديماته الصحية لربع الشعب اللبناني. تفضل. عن جد الله يعطينا العافية اللي عم نقدر نعمل برنامج كوميدي ببلد فيه نشرته الاقتصادية بتحكي عن انقطاع بالغاز، انقطاع بالمازوت، عتمة، ما في ضمان، أبو جيك، تحلل بمؤسسات الدولة، موت لبنان، انقطاع بالأدوية. لا الحمد لله، المفروض اللي احنا اليوم نبلش ونخلص ودائما بنص حلقتنا نبلش حلقتنا ونقلص حلقتنا بنص حلقتنا ما نغني الا غنية واحدة او نرتل ترتيلة واحدة. نفحات العطر العذبة عن ارواح موتانا. فانا بشايف لبنان ابو جيك عم بيموت، وقد ما فينا عم نجرب نضحك العالم، بس اخر شيء نحن قاعدين بصالون كنيسة وعم نحن بالعزة عم ننكد. فيك تقول نحن بنص العزة عم ننكد، يعني او بصالون كنيسة او بالجبانة او بالحسينية او وين ما كان، حيلا او بالجامع او حيلا محل في بقلبه مركز عزاء. ابو جيك شو بدي اقول لك يعني، او احنا ببلد عم بيموت، ما زال بالتضخم. نحن دغري صرنا ورا فنزويلا، طرقنا زيمبابوي، طرقنا هون، طرقنا زيمبابوي. وبيير ابو عاصم النائب كثير مبسوط بالخبريه، وين ما بيروح، وين ما بيروح بخبرها، وين ما بيروح بخبرها الخبريه، مكيف ليك. بس بدي اقول امبارح سبقنا زيمبابوي، وصلنا بالمرتبه الثانيه بالعالم بالتضخم. امبارح سبقنا زيمبابوي بالتضخم، يعني صرنا الميداليه الفضيه بعد فنزويلا بالتضخم. غلبط بين بين التضخم والاولمبياد. نحن مش انه اخذنا الميداليه الفضيه بالتضخم، مش انه هلا نحن تانيين، يعني انه بدنا بعد الاولمبياد جاي ان شاء الله بنطرق فنزويلا. نحن التضخم، بس ليه معنا تضخم نحن؟ لانه كل مسؤولينا صاروا بالثمانينات وطلوع بروستات كله تضخم، بتعرف انت تضخم البروستات عم نحكي، تضخم وين ما كان. او جيك والبلد عم بينهار، وهلا جايك عيد الميلاد وعندك شو بدك تعمل ببيتك؟ شجره السبان كارثه من الكوارث. السبان بيعز الازمه الاقتصاديه وبيظل الازمه الاقتصاديه كارثه من الكوارث. مين بده يعمل سبان ببيته؟ كل شيء بيكلف ابو جيك، البول بتكلف، الجيرلاند بتكلف، المغاره بتكلف، كله بيكلف ابو جيك. حرام، بدك دراسه حسابيه تقديريه لقديه بتكلف السبان بالبيوت، شيء يا حرام يعني عن جد. شوف بعملية حسابية سريعة رح تكلفك زينة شجرة ومغارة بحجم ونوعية وسط. شجرة بطول متر ونص تقريباً 450 ألف ليرة. كرة الزينة الوحدة أو البول 8000 ليرة. وإذا قلنا أنه الشجرة بحاجة ل 40 بصير المجموع 320 ألف ليرة. أضواء الشجرة 50 ألف ليرة لل 250 لمبة. النجمة 20 ألف ليرة. أما المغارة بين وراء تلج وأشخاص بتكلف حوالي 220 ألف ليرة. إذن مجموع كلفة زينة الشجرة والمغارة 1,060,000 ليرة لبنانية. 1,260,000 ليرة بس. أنت متفائلين بس. بس بعد ما حكي هيدي السبان شو متر وأربعين أقصر منك يعني. هيدي مش سبان أصلاً، هيدي شتلة، أنت عم تعمل شتلة سبان. أنا بوقف هيك، أعطوني مليون. برافو عليك. لا أنا ساعتها شو بعمل؟ أنا إذا بدي أعمل لك سبان هون بالاستوديو ما حعمل سبان، بجيب أمل طالب زينا. أنا بزين أمل طالب، بجيب سبان بحط أمل طالب، وبدل ما أحط مثلاً بولات، البول غالي، بحط كلسات، بتجيب أنت بتظبط حالك، خاصة إنه هلا إذا بتحضر أو تي في بتعرف إنه كل شيء فيك تلاقي له حل. مش مزبوط إنه إحنا بأزمة، كل شيء بينحل،
كله بينحل من اشياء اوريدي عندك اياها. يعني انت بس حتى تعرف الاو دي في، حتى تعرف كيف عم بيحلوا امورهم، انت وقت تحضر او دي في بتعرف كيف كله بينحل ابو جي، كله هين. انت فكر انه صعب، هو كله هين ما بده شيء. اكثر شيء بنلاقي عندنا بالخزينه قصص مفركشه ببعضها هي اكسسواراتنا. حطيت لكم كم شغله من حواضر البيت يلي منو حابب ينزل يشتري، والكوليه الصغار يلي بي بي بيكونوا كثير رفع. بتجيبي حيلا باي بتقصيها او حسب الطول اللي انت عايزتي وبتعلقيها بقلب الكوليه. علبة التلج يلي منعمل فيها تلج نحط فيها خواتم. يلا منحط أول خاتم وثاني خاتم. وقد مين ما بيقول وين بدي حط ساعتي. هلأ في منه بيقول بحطهم بالكاف، يلي قادر يحط بالكافر يحط بالكافر بتايته، بس يلي عم بحطهم على مرمى إيده هيدا الرولو منخلي فيه كم ورقة من الكلينكس تبعوته ومنحط كل ساعة. حلو. بتستعمل الشاليمو ما بتكب الا تعلق الكوليات، بتستعمل جارور الثلج لتحط ساعاتك ابو جي، سوري لتحط خواتمك وشو اسمه عم بتجمد مصرياتك. وبتستعمل رولات تواليت، بتستعمل رولات تواليت لتحط الساعات. بيبي ما تكب رولات تواليت، بدي احط ساعاتي بقلبهم. قلت لك شو الساعة ما مسح فيها طيز. فيك ترجع تحضر هالحلقه من لهون وبس عبر ابلكيشن ال بي سي اي ساعة اللي بدك وين ما كنت.